السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو المخصص لتصحيح التمرين رقم 11 من درس المجموعات N, Z, D, Q و R. محتوى التمرين: احسب وبسط الأعداد التالية. لنبدأ بالحالة الأولى لنحسب ونبسط العدد A بحيث A يساوي 7/4 زائد 3/4. نلاحظ أن للكسرين نفس المقام، إذن يكفي جمع البسطين فنحصل على 7 زائد 3، الكل مقسوم على 4. استعملت الخاصية A مقسوم على B زائد C مقسوم على B تساوي A زائد C الكل مقسوم على B. 7 زائد 3 تساوي 10. من جهة أخرى 10 هي 2 في 5 و4 هي 2 في 2. نختزل بالعدد 2 فيتبقى لدينا A تساوي 5/2. الحالة الثانية لنحسب ونبسط العدد B. لدينا B يساوي 12/13 ناقص 9/13. كذلك للكسرين نفس المقام، إذن نحصل على 12 ناقص 9 الكل مقسوم على 13. استعملت الخاصية A على B ناقص C على B تساوي A ناقص C الكل مقسوم على B. 12 ناقص 9 تساوي 3، وبالتالي نحصل على B تساوي 3/13. الحالة الموالية لنحسب ونبسط العدد C. لدينا C يساوي 16/3 زائد 5/2 تساوي 16 في 2 زائد 5 في 3 الكل مقسوم على 3 في 2. استعملت الخاصية A مقسوم على B زائد C مقسوم على D تساوي AD زائد BC الكل مقسوم على BD. 16 في 2 تساوي 32، 5 في 3 هي 15، 3 في 2 تساوي 6، 32 زائد 15 تساوي 47، وبالتالي العدد C يساوي 47/6. الحالة الموالية لنبسط أو لنحسب ثم لنبسط العدد D. لدينا D يساوي 17/6 ناقص 7/5. سنحاول توحيد المقام، نحصل على 17 في 5 ناقص 7 في 6 الكل مقسوم على 6 في 5. استعملت الخاصية A على B ناقص C على D تساوي AD ناقص BC الكل مقسوم على BD. 17 في 5 هي 85، ناقص 7 في 6 تساوي ناقص 42، ثم 6 في 3 تساوي 30. 85 ناقص 42 هي 43، وبالتالي العدد D يساوي 43/30. الحالة الموالية لدينا العدد E يساوي ناقص 23/6 زائد 35/12. في هذه الحالة نلاحظ بأن المقام الثاني ما هو إلا مضاعف المقام الأول، وبالتالي المقام الموحد هو 12. بالنسبة للكسر الأول سنضرب البسط والمقام في العدد 2. ناقص 23 في 2 هو ناقص 46، ثم 6 في 2 هي 12. ناقص 46/12 زائد 35/12 تساوي ناقص 46 زائد 35 الكل مقسوم على 12. هذا العدد الأخير ما هو إلا ناقص 11/12. العدد الموالي لنحسب ونبسط العدد F بحيث F يساوي 5/3 زائد 4/15. كملاحظة أولى نلاحظ بأن المقام الثاني ما هو إلا مضاعف للمقام الأول، وبالتالي المقام الموحد هو 15. إذن سنضرب بسط ومقام الكسر الأول في العدد 5. 5 في 5 تساوي 25، 3 في 5 تساوي 15. 25/15 زائد 4/15 تساوي 25/4 الكل مقسوم على 15. 25 زائد 4 تساوي 29، وبالتالي العدد F يساوي 29/15. العدد G
بحيث جي هو 7 على 25 ناقص 9 على 20. لتوحيد المقام هنا سنقوم بتحديد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 25 و20 هو العدد 100. للحصول على 100 سنضرب 25 في 4، إذا نضرب 7 في 4. هنا للحصول على 100 نضرب 20 في 5، إذا نضرب 9 في 5. 4 في 7 تساوي 28، 25 في 4 تعطي 100، 9 في 5 هي 45، ثم 20 في 5 تعطي 100. 28 مقسوم على 100 ناقص 45 مقسوم على 100 هي 28 ناقص 45 الكل مقسوم على 100. 28 ناقص 45 تساوي ناقص 17، وبالتالي العدد الجي يساوي ناقص 17 مقسوم على 100. لنحسب ونبسط العدد H، لدينا H يساوي 10 زائد ناقص 7 على 8. المقام الأول هو العدد 1، إذن لتوحيد المقام سنقوم بضرب 10 في 8 وكذلك نقسم على 8. 10 في 8 تساوي 80، ثم 80 مقسوم على 8 زائد ناقص 7 مقسوم على 8 تساوي 80 ناقص 7 الكل مقسوم على 8. 80 ناقص 7 هي 73، وبالتالي العدد H يساوي 73 مقسوم على 8. الحالة الموالية لنحسب ونبسط العدد E، بحيث E يساوي ناقص 7 على 10 في 11 على 8. بما أن هنا لدينا الجداء، إذن لن نقوم بتوحيد المقام، سنقوم بضرب البسط الأول في البسط الثاني والمقام الأول في المقام الثاني، فنحصل على ناقص 7 في 11 مقسوم على 10 في 8. بصفة عامة، A مقسوم على B في C مقسوم على D تساوي AC مقسوم على BD. ناقص 7 في 11 تساوي ناقص 77، 10 في 8 تساوي 80، وبالتالي العدد E يساوي ناقص 77 على 80. الحالة الموالية، لدينا العدد G يساوي 20 في 5 على 33، يساوي 20 في 5 مقسوم على 33، لأن A في B مقسوم على C يساوي AB مقسوم على C. 20 في 5 تساوي 100، وبالتالي العدد G يساوي 100 على 33. الحالة الموالية لنحسب ونبسط العدد K، بحيث K يساوي 42 على 35 في ناقص 14 مقسوم على 21. كملاحظة أولى، نلاحظ بأن 42 مضاعف للعدد 21، كذلك 35 و 14 هما مضاعفان للعدد 7. إذن قبل إجراء العمليات الحسابية، أولا سنقوم بالتبسيط. لدينا 42 تساوي 2 في 21، 35 تساوي 5 في 7، ناقص 14 تساوي ناقص 2 في 7، و 21 هو 21. نختزل بالعوامل المشتركة، يعني سنختزل بالعدد 21 من البسط ومن المقام، كذلك بالعدد 7. إذن يتبقى لدينا 2 في ناقص 2 مقسوم على 5. 2 في ناقص 2 هو العدد ناقص 4، وبالتالي العدد ك يساوي ناقص 4 على 5. الحالة الأخيرة لنحسب ونبسط العدد L. الطريقة الأولى، لدينا L يساوي 5 على 6 عاملي 3 ناقص 7 على 12، أو زائد ناقص 7 على 12. أولا سنقوم بتبسيط العدد المتواجد داخل الأقواس، يعني سنقوم بتوحيد المقام. بما أن المقام الأول هو العدد 1، إذن المقام الموحد هو العدد 12. سنقوم بضرب وقسمة العدد 3 في العدد 12. 3 في 12 تساوي 36. 36 على 12 زائد ناقص 7 على 12 تساوي 36 ناقص 7 الكل مقسوم على 12.
36 ناقص 7 تساوي 29، فنحصل على L يساوي 5 في 29 مقسوم على 6 في 12. 5 في 29 تساوي 145، 6 في 12 تساوي 72. الطريقة الثانية تعتمد على النشر. لدينا L يساوي 5 على 6 عامل لي 3 زائد ناقص 7 على 12 تساوي 5 على 6 في 3 زائد 5 على 6 في ناقص 7 على 12. 5 على 6 في 3 هي 5 في 3 مقسوم على 6. ثم هنا نستعمل البسط في البسط والمقام في المقام، فنحصل على 5 في ناقص 7 مقسوم على 6 في 12. 5 في 3 تساوي 15، 5 في ناقص 7 تساوي ناقص 35. ثم سنقوم بتوحيد المقام، نعلم أن 72 مضاعف للعدد 6، إذن المقام الموحد هو 72. للحصول هنا على 72 سنقوم بالضرب في 12. ضربت المقام في عدد، إذن يجب أن أضرب البسط في نفس العدد. 15 في 12 تساوي 180، 6 في 12 هي 72. 180 على 72 زائد ناقص 35 على 72 هي 180 ناقص 35 الكل مقسوم على 72. 180 ناقص 35 هي 145، وبالتالي العدد L يساوي 145 مقسوم على 72. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.